عندنا ايه؟ عندنا بطاطس ويدجز اهي، عملناها كتير قوي، بس المره دي اللي عاملينها كمان بطريقه يعني متغيره شويه الصوص اللي عاملين عليها. اهي بطاطس اهي، بنغسلها كويس قوي ونقطعها اربعه او سته بشكل المركب الصغننه دي اللي هي الويدجز دي. خلاص عندنا هريسه ومايونيز، ده للديبنج ممكن، في كمان كزبره خضراء، في توم، في فلفل احمر. هنعمل ايه؟ هنجيب التوم ده كده بفصوصه كده مع البطاطس بالطريقه دي مع الزيت، زيت زيتون بقى او زيت عادي زي ما انتوا حابين، مع الملح، يا ريت يبقى خشن شويه، وحتى الفلفل الاسود يبقى ايه خشن. نقلبهم كويس قوي كده، بطاطس، ملح، فلفل اسود، فصوص ثوم، زيت، هحط له كمان ايه مكعبين من الزبده. الزبده بتديها طعم صراحه كمان مختلف خالص. ماشي اهو، هدخلها الفرن واسيبها لحد ايه الاخر خالص بقى كده. هجيب بوله كده حلوه مع صوص الجبن ده، النهارده عاملين كله بصوص الجبن اهو، اللي هو البشاميل اللي عملناه وحطينا فيه ايه حبه جبنه مع موتزاريلا. المايونيز بالهريسه ونقلب مع البقدونس، ده برضو نوع من انواع الديبنج للايه للبطاطس بقى دي اللي انا ايه حطاها هنا على جنب اهو. كده ده اول ديبنج كده للايه للبطاطس. تاني واحد الهريسة وبرضو هنحط لها كده، ايه رأيكم بقى في البطاطس الفظيعة دي؟ فظيعة.